وإلى شأن الرياضي، حيث ينافس محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي. وتختلف طريقة تصويت جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل اللجنة المنظمة عن التصويت في رابطة اللاعبين المحترفين، ويعتمد التصويت على 10% فقط من أصوات الجماهير، بينما باقي النسبة مقسمة على لجنة خبراء من أمثال السير أليكس فيرشسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، وألان شيرر أسطورة منتخب إنجلترا. ولم يسبق لأي لاعب عربي أو أفريقي التتويج بالجائزة من قبل منذ انطلاقها عام 94-95. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس تابعونا.